السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. أسماء بيوتي كتعطي نصيحة لجميع البنات اللي كيكونوا مستهلكي المواد التجميلية بكثرة. خليكم مع أسماء بيوتي، واخا هذا الفيديو هذا تار ضجة لأنك يقولوا لها عندك صالون ما يخصش أنك تقولي بحال هاد النصائح. نخليكم مع أسماء بيوتي، وفعلا كلامها جاني منطقي. ولكن قبل خوتي خواتاتي، ما تنسونيش من لايكاتكم اللي كتشجعني، تعاليقكم بخصوص الموضوع، واللي اول مره كيشاهد القناه ما ينساش يتابون وفعل الجرس باش يتوصل دائما بجديدها. خليكم مع اسماء بيوتي. صافي وجهك حيت الصراحه ما كنخسرش فلوسي في لي فون دو تان، في الماكياجات اولا في لي برودوي اللي ما غاديش يرجعوا ليا بالنفع. ماشي من النوع ديال البنات اللي كنخسر الفلوس في الماكياجات، ولكن انا من النوع ديال البنات اللي كنحاول ما امكن ان لابو ديالي تكون كتشعل، لابو ديالي تكون نقيه، لابو ديالي تكون بشره اللي هي صحيه و مثاليه، احسن ما انني نمشي ناخذ دي برودوي اللي فريمون غير كيغطيو ليا العيوب ديال البشره ديالي وكيخليوها انها تزيد تدهور الحاله ديالها. بيان سور حيت لي فون دو تان كيخنقوا لينا المسام ديالنا وكيخليو لابو ديالنا انها تزيد تزرق وتزيد تكحل وما تبقاش.